هل كان الحسن الثاني مغامرا حد الجنون؟ هذا السؤال تجيب عنه الكثير من الوقائع التاريخية، بداية حينما كان الحسن الثاني ولي للعهد زار أمريكا والتمس وهو لا يزال في ريعان شباب من سفير المملكة بواشنطن دكتور مهدي بن عبود أن يشتري له دراجة نارية من نوع هارلي ديفينسون، وطلب منه عدم إخبار والده بالأمر لأنه سيرفض مسبقا، وتتحقق له ما أراد. فكان يقود الدراجة النارية بسرعة جنونية، وأكثر من مرة تدخل السفير بن عبود للعفو عن الأمير من يد الشرطة الأمريكية، ومرة طلب من الشلة التي كان يقضي معها إحدى سهراته بإفران بعد أن ربط حبلا بمؤخرة إحدى سيارات الجيب أن يصعد إلى السيارة ويقودها بأقصى سرعة ويجرجر جسده خلفها كما في أفلام الوسترن. هل كان متأثرا بأفلام الوسترن وبالأفلام الأمريكية؟ هذا سؤال ستجيب عنه الوقائع التاريخية والمؤرخون كذلك. كان يريد أن يطل على الموت من قلب حدود المخاطرة، وما روي عنه في هذا الباب يصل حد لا معقول أحيانا، لكنه غير مستبعد عن شخص متمرد من حجم الحسن الثاني. كان الملك الراحل صاحب أنفة، لذلك يمكن لمارغريت تاتشر أن تقلق لتأخر الحسن الثاني وهو في ضيافته وهي في ضيافته. وحين جاء موكب رئاسي لاصطحابه بمدريد للقاء الجنرال فرانكو، رفض سيارة الليموزين الرئاسية وطلب بسيارة روس رويس، وأوقف حفل الاستقبال كله إلى أن وجدوا ما يحقق رغبة الملك الحسن الثاني، كما يحكي الصحفي الإسباني سامبريرو. تتجلى أنفته كذلك في شكل ردود فعله المفاجئة والقاسية أحيانا والمليئة بروح الدعابة والسخرية أحيانا أخرى. فقد أرسل مستشاره أحمد رضا قدير إلى الرئيس الجزائري في منتصف السبعينيات، لكن الهواري بومدين الرئيس الجزائري تصرف بشكل غير لائق مع مرسول الملك، فقد جلس على الكرسي الدوار ووضع رجلا فوق رجل بحيث كان حذاؤه في مواجهة ضيفه والذي أجلسه على كرسي صغير وأخذ يخاطبه بتعال. عاد رضا قدير إلى المغرب وحكى للحسن الثاني ما حدث، فأحس الملك بالإهانة وأصرها في نفسه. ذات مرة أرسل هواري بومدين وزير خارجيته إلى المغرب، فأمر الحسن الثاني بطلاء جزء كبير من رخام قاعة العرش بمادة لزجة تجعل كل من يسير فوق رخامها يتزحلق، ونصبت الزربية فقط في مكان جلوس الملك. قدم ضيف الملك وفق المخطط المرسوم، وما إن خطى بضع خطوات حتى تزحلق وكاد يرتمي عند قدم الحسن الثاني الذي أمسك به وحال لسانه يردد: قل لصديقي أبو مدين إن الملوك لا يسقطون وإن مستشاريهم لا يهانون. عشقه للحكم بمفرده كان لا يقاوم، لذلك شكل دولة على مقاسه بمؤسساتها وأجهزتها ونخبها. لم تكن القوة وحدها سبيله ليتفوق في الحفاظ على استقرار واستمرارية عرشه بالمواصفات التي أرادها، وتجلت مقالبه في كل القرارات في الداخل كما في الخارج، في السياسة كما في الاقتصاد والمجتمع والثقافة. أمن بعقد وحدة مع القذافي لم يفهمها لا الشرق الاشتراكي ولا الغرب الرأسمالي، وتساءلت الصحيفة البريطانية الاندبندنت كيف لملك حداثي وعصري أن يجري تحالفا مع بدوي مجنون وتقليدي مثل معمر القذافي. سنحتاج إلى وقت طويل لنفهم مقالب الحسن الثاني ومزاجه المتقلب، كيف تحالف مع القذافي ليسحب دعم البوليزاريو ويورط الجزائر في تحملها لتقل مساندة البوليزاريو لوحدها بدليل الأزمة الداخلية التي كان يعرفها الجار الشرقي للمملكة في نهاية الثمانينات. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب
وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.